والله مسابقة عطر الكلام أكبر مسابقة عالمية للقرآن والأذان، يجتمع فيها أصوات من مختلف بقاع العالم، فأكيد هذه المسابقة ترفع من قيمتك في العالم، تدفعك للعالم ليسمع صوتك العالم العربي والعالم الأوروبي وكذلك العالم الإسلامي كذلك أولا، فهي فرصة لدعمك لتسويق نفسك وتسويق صوتك بطريقة متميزة عبر القرآن أو الأذان. الاستعدادات دائما قائمة بمسابقة أو بدون مسابقة، لكن عندما تكون في مسابقة ضروري أنك ترفع وتيرة الاستعداد بطريقة أقوى بطريقة يعني أضبط. إن شاء الله نطمح يعني بالتتويج إن شاء الله بمسابقة لما لا بحول الله، وإذا كتبها الله عز وجل إن شاء الله، وإذا لم يكتبها إن شاء الله سنكون مع الأوائل بحول الله، حول الكريم الأكرم. الفضل الأكبر بعد الله عز وجل لأمي التي حرصت أشد الحرص أن أكون متقنا وقارئا ضابطا. أشهر القراء الذين يعني تأثرت بهم وسمعت لهم كثيرا منذ نعومة الأظافر فهو الشيخ سيد متولي عبد العال رحمة الله عليه، وهو مصر الجنسية، يعني كان أول ما استمعت له وأنا وترعرعت على تلاوتي. أكثر مقام أحب التلاوة به والقراءة فهو مقام السيكا. مقام السيكا متكون من فيه فروع، هو أصل وفيه فروع. مقام السيكا يعني إذا كنت تريد أن تقول حكاية بمقام السيكا فهو يناسب الحكاية والقصة كثيرا، وهو مؤثر، وكذلك له يعني له قصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقد أنشدوا له طلع البدر علينا، فأنشدوها بمقام السيكا، فكان لها يعني وقع وأثر كبير منذ ذلك الحين الآن. أصعب مرحلة مريت بها فهي بصراحة عند الدخول فسد، فيكون ارتباك قوي جدا، يعني إذا ضبط نفسك فسيكون يعني ذلك إيجابية لك، لكن إذا ارتجفت وخفت كثيرا فهو سلبي. لكن الشيء الذي أثر فيه كثيرا هو تعليقات لجنة التحكيم، فهناك تعليقات قوية تظن أنك يعني خارج المسابقة، لكن سبحان الله يعني فهي تعليقات لتستفيد منها وتراجعها لاحقا لكي لا تقع فيها مرة أخرى. لما توقعت أول صراحة ظننت أني خارج المسابقة يعني، لولا لطف الله عز وجل، والحمد لله، وذلك ما أبكاني.